الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم هذا المقطع في حقل الإحصاء الاستدلالي الدرس 11 تحت عنوان فرعه وقانون الأعداد الكبيرة Law of Large Numbers. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. ذكرنا في المقاطع الأولى عن نظرية الاحتمال والإحصاء الاستدلالي وقوانين الاحتمال بأن، وأرجو التركيز على هذه الجملة، بأن متوسط العين العشوائية للمتغير العشوائي X مثلا قد يختلف عن متوسط المجتمع. طبعا ميو الآن لا للمتغير العشوائي X يختلف من تجربة إلى أخرى. وعلى سبيل المثال، لو رمينا قطعة نقد غير متحيزة، أي أن احتمال ظهور الصورة وظهور الكتابة متساوية، لو رمينا هذه القطعة 10 مرات ودونا عدد الأوجه التي ظهرت عليها صورة وعدد الأوجه التي ظهرت عليها كتابة، لما كان عدد أوجه الصور أو أوجه الكتابة مساويا ل 50% دائما. ويعود السبب في ذلك إلى طبيعة العملية العشوائية randomness. سأقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى قانون الأعداد الكبيرة Law of Large Numbers LLN بطريقة منطقية تستند إلى الاستنتاج العقلي المحض وإلى نظرية الحد اللي هي النهاية المركزية Central Limit Theorem CLT التي ذكرتها في مقطع سابق، أرجو العودة إليه والعودة إلى المقاطع السابقة حتى يعني ننعش الذاكرة حول كثير من قوانين الاحتمال. المبرر: قد يطرح أحدنا سؤالا مثل كيف تربح شركات التأمين وهي تعلم بأن هناك الكثير من حوادث الحريق وحوادث الطرق، وكيف نبرر زعمنا عندما نقول بأن نصف المواليد تقريبا في سنة ما في بلدة ما في دولة ما كان من الذكور، وكيف يربح بيت المقامرة وصاحبه يعلم بأن هناك محترفين في لعبة البوكر مثلا. الإجابة على هذه الأسئلة تكمن في فهم وإدراك معنى قانون الأعداد الكبيرة Law of Large Numbers. يقول قانون الأعداد الكبيرة بأنه كلما زاد عدد المرات التي تجرى فيها تجربة ما، تجربة ما كأن نقول تجربة مراقبة عدد الحافلات أي السيارات في مدينة ما ورصد عدد الحوادث التي تتعرض إليها هذه الحافلات مثلا، فإن الاحتمال الواقعي actual probability الاحتمال الواقعي يقترب من الاحتمال النظري expected probability. إذن هناك ثمة فرق بين الاحتمال الواقعي الذي يعني ما يحدث على أرض الواقع وما يحدث في أذهاننا يعني كتوقعات نظرية منطقية. فيقول القانون بعبارة أخرى بأن الفرق بين متوسط العين للمتغير عشوائي ما لنقل أنه X ومتوسط المجتمع للمتغير ذاته لوميوب X أي المجتمع الإحصائي الذي يتبع له المتغير X، هذا الفرق، الفرق بين المتوسط متوسط العينة والمتوسط للمجتمع الإحصائي يتضاءل تدريجيا كلما زاد حجم العينة. وعادة ما يأخذ القانون الصيغة الرياضياتية الآتية، هذه الصيغة بتقول أنه كلما زاد حجم N إلى حد كبير كاف، يعني هذا الآن limit اللي هي النهاية باللغة العربية النهاية، عندما تقول N إلى ما لا نهاية للفرق بين متوسط العينة ومتوسط المجتمع، هذا الفرق يؤول إلى الصفر، يقترب من الصفر ويصبح يساوي كلما زاد N بالحجم. هذا الآن كلما زاد حجم العينة وارتفع إلى حد كاف هذا الفرق، فإن الفرق بين متوسط العينة ووسط المجتمع يساوي صفرا أو يقترب من الصفر، أي أن الليمت نفسه اللي هي النهاية كلما زادت حجم N زاد حجم N، هذا المقدار اللي هو متوسط العينة يجب أن يتطابق أو يساوي أن ينطبق أو ينطبق على متوسط المجتمع بالضبط. مثال: لنفترض بأن باحثا ما قام بتجربة رمي حجر النرد دايس المعروف له 6 أوجه لمرة واحدة رماه. الاحتمال النظري
لوقوع الحدث اكس يساوي واحد، بمعنى اخر ان العدد الذي ظهر على الوجه الذي ننظر اليه لنفترض انه واحد، فاحتمال ان يظهر الواحد يساوي واحد على سته، واحد من سته اوجه. ولو قام بالتجربه هذا الباحث مرتين او اكثر فان الاحتمال النظري سيبقى ثابتا عند القيمه ذاتها وهي واحد على سته او سدس. لكن ما يجري على ارض الواقع سيختلف عن المتوقع، فربما لا يظهر الحدث اكس يساوي واحد الا مره واحده في 500، او ربما يظهر 3 مرات او اقل او اكثر، اي ان الاحتمال الواقعي يختلف عن الاحتمال النظري. يقول قانون الاعداد الكبيره الان بانه كلما زاد عدد مرات رمي الحجر في هذه التجربه، اي عدد مرات التجربه ان، فان الاحتمال الواقعي سينطبق على الاحتمال النظري. لناخذ الان توضيحا بيانيا، المحور الافقي الان هو عدد الرميات اي عدد التجارب التي نجريها. المحور العمودي هو احتمال الحدث واحد اللي هو اكس يساوي واحد في هذه الحاله. الان اللي هو يساوي سدس، نظريا يساوي سدس، لكن عمليا الان هذا الخط المستقيم بيقول لي انه انا سابقى على احتمال السدس. الان عمليا اجرينا التجربه عده مرات، من هنا من صفر الى عدد كبير جدا على المحور الافقي، نبدا من الصفر وننتهي بعدد كبير جدا جدا. فربما التجربه الاولى يعني عندي لم يكن واحد اللي ظهر، ثم الان التجربه الثانيه، التجربه الثالثه، التجربه الرابعه، التجربه الخامسه، التجربه السادسه، السابعة، الثامنة. كلما زاد، بنلاحظ الآن كلما زاد عدد الرميات الآن أن يقترب الآن عدد الأوجه من كاحتمال، اللهم الاحتمال الواقعي، هذا الاحتمال الواقعي وهذا الاحتمال النظري، الاحتمال الواقعي يقترب من الاحتمال النظري. فالآن بنلاحظ على أنه هذه النقاط تقترب من خط المستقيم المتقطع الأزرق هذا، وهكذا وهكذا وهكذا، حتى يعني لو شبكناها مع بعضها البعض بهذا الخط الأحمر لحصلنا على هذا الخط تقريبا، وإن كان من نسج الخيال، لكن هذا هو تفسير لقانون الأعداد الكبيرة. مثال آخر، لنفترض بأن باحثا ما قام بتجربة إحصاء المواليد في الأردن خلال سنة ما، وكان عدد الولادات 100,000 ولادة، لكن رصدها أول بأول، أي أن عدد التجارب التي قام بها هي أو هو العدد طبعا 100,000. من المعروف بأن احتمال الذكور، الاحتمال هو عفوا هنا probability يساوي نصف اللي هو 50%، وبالتالي تكون الآن أن عدد التجارب 100,000، والاحتمال ظهور أو يعني نجاح، نقول احتمال ظهور الذكر كنتيجة يساوي 50%. إذا الآن التمثيل البياني الآتي يوضح حالة تطابق الاحتمال النظري مع الاحتمال الواقعي. نلاحظ الآن هنا عدد الولادات بالألف أن يساوي طبعا 20,000، 40,000، 60,000، 80,000، 100,000. فالآن بنلاحظ أنه هذا الآن احتمال الذكور الواقعي، هذا الواقعي، هذا المتقطع هو الواقعي، يعني هنا كان بجوز 1 من 10، بعدين أصبح 3 من 10، 2 من 10، وهكذا وهكذا، إلى أنه عدد الذكور أخذ الآن مع كلما زاد عدد التجارب، عدد الولادات المقصود بها هنا، أخذ الاحتمال يقترب من الاحتمال النظري وهو 50%، ما يعني بأن هذا الخط المتعرج اللي هو أو المنحنى المتعرج المتقطع يقترب من الاحتمال النظري، وهو المقصود بتطابق الاحتمال النظري مع الاحتمال الواقعي. توضيح: من أجل ترسيخ فكرة قانون الأعداد الكبيرة أرجو الضغط على الرابط الآتي، ففيه تمثيل رائع للقانون على شكل تجربة إحصائية مشهورة. هذا هو الرابط من جوجل. شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بإذن الله تعالى سيكون الجزء الثاني يليه الجزء الثالث من موضوع اختبار الفرضيات Hypothesis Testing، وبعده بإذن الله أقدم المقطع الذي سيكون عن أول درس في الاقتصاد القياسي إيكونومتريكس ونظرية الانحدار البسيط والمتعدد Simple and Multiple Regression. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة.
باللغة العربية لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.